ما يدور ليس في ملاعب البطولة ولكن خلفها بكرة موصولة ومحاولة خطرة. بنالتي بنالتي ركلة جزاء للحكم. أنا الحكم أنا الحكم. لا 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 لا, لا. مش أنت يا مارك باتا قبل ما تحط الصفارة قلت بنالتي واضحة. ورونالدو تحرك وينال ركلة جزاء وعلى ما يبدو فيها إنذار إن لم تكن بطاقة حمراء من الفرنسي مارك باتا. شوف إنذار في انذار لحارس مرمى منتخب تشيلي سابكر اللي منع فرصة مؤكدة للنادي البرازيلي. شوف شوف لما تقدم رونالدو واخترق خط الظهر وحاول والعرقلة من سابيا وقرار سليم من حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة 46 لا 47 في الدقيقة 47. شوف الأول ورونالدو إذا ما سجل فسيكون الهدف الثاني لرونالدو في هذا اللقاء. يضيعها يحطها تقدم هوب جول 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 للبرازيل والجماهير تتنفس الصعداء ومعهم العجوز ماريو ديغالو. والبرازيل ثلاثة في الشوط الأول من المباراة وتشيلي لا شيء. هذا نيلسون أكوستا ويضع يده على خديه بعد ثلاث اهداف نظيفه. شوف الفلاشات شوف الفلاشات في مدرجات ملعب باس لوبرنس تتابع ركله الجزاء لرونالدو اغلى لاعب المنتخب البرازيلي بعد نيلسون. وكما ذكرت بان رونالدو الان يتقاضى راتب بقدره 3,900,000 دولار امريكي مع انترناسيونال. عموما هذه عرضه الازياء البرازيليه وهي خطيبه رونالدو. هي خطيبة رونالدو.